الكريم، بالنسبة لليومين الدراسيين السابقين نسجل في جمعيتنا ارتياحا لما تم إنجازه، فقد حاولنا معا بعث الرسائل إلى أولي الأمر منا وحاولنا مقرص الأفكار التي علينا إيصالها ونقاشنا مواضيع آنية منحة تفرض علينا التحرك لأجل تبديلها وحل مشاكلها. كانت بحق مقاربات قيمة ومفيدة وخلصنا عبرها إلى نتائج مثمرة. ما يلزمنا هو أن نبقى كفاعلين جمعويين متكاتفين حتى نتابع معا عن كثب ما يحدث على الساحة وننبه المسؤولين إلى أي تراجع لمستوى البيئة أو مساس بالمعالم الأثرية التاريخية للمدينتين والإقليم ككل، واختارهم بكل ما يمكن أن يمس بالتنمية المستدامة للإقليم، على اعتبار أننا كجمعيات نشكل قوة اقتراحية توصل إليهم هموم المواطنين وتطلعاتهم نحو آفاق جديدة تخرج الإقليم من مأزقه. وكلنا أمل أن تجد مقترحاتنا أذنا صاغية، لأن بالإصرار أكيد سنصل إلى تحقيق أهدافنا المسطرة. ما نتمناه من المسؤولين هو أن يتسلحوا بالروح التعاونية مع المجتمع المدني ويصلوا بنزاهة أصواتنا إلى الأوصياء على كل القطاعات في الإقليم والجهة ومركز القرار. وختاما أجدد شكري إلى كل حاضرين والمتدخلين في هذه الأيام الدراسية، وكلنا أمل.